يتوفرنا على إذن للترافع هذه الشكليات وإلا أن يزيلوا بكل هدوء بذلتهم احتراما للمقتضيات القانونية الجزائرية العمل كما ذكرنا مقتضيات المادة 32 غير جائز. هذا النقاش الذي أمرنا فيه الرئيس لا علاقة له بما إذا كانت القضية جاهزة أو غير جاهزة. نعم. هناك أطراف الآن سجلت نيتها والمحكمة سيواجه الناس على المناقشة. على كل كيبان من خلال الجلسة على أن هناك مجال مفتوح لا لمحامي هيئة الدفاع ولا لمحامي المطالبين بالحق المدني، والمحكمة أعطت الحق لكل طرف باش كل كلمة ديالو حول هذا الموضوع، والأمور مرت بشكل عادي بحيث أنه كان نقاش قانوني ما كانش فيه شي تجاوزات أو شيء من هذا القبيل. ونعتقد إذا استمرت المحاكمة بهذا الشكل غادي تكون فعلا محاكمة نموذجية، ولكن سنرى في المستقبل إذا كانت المحكمة صادفة الاتجاه واللي غادي يكون فعلا تعطى الفرصة لجميع الأطراف. الملف تأخر لسبب واحد هو أن واحد من المتهمين ما اتصلش بالاستدعاء، وهذا هي الأسباب ديال تأخير الملف. غادي سيتم استدعاؤه وأنذاك ستبدأ المناقشة يوم 23/1 بنفس المحكمة. جينا لهذه المحاكمة أو المحكمة باش ندوا وستنكروا بما قام به المجرمون من قتل وتعذيب وتنكيل بالجثث والتبول عليها، الشيء الذي يحرمه الشرع. لا تقلق.